كنا انا ومرام علي لسه كمان بداياتنا يعني، فطلعنا معزومين برات الشام على عيد ميلاد صديقنا. فانا طلعت لحالي وهي راحت لحالها، بس انا وبيتي وبيتها جنب بعض بالشام بمنطقه اسمها مشروع دمر. فبالرجعه قالت لي طلال توصلني معك، انا كان معي فيات 131 موديل 76. هلا اللي صار فظيع عظيم. كنت 5 ساعات اقعد لظبط، هي معموله اوتوماتيك، فاقعد هيك لحد ما طق يعني دي وامشي يعني هي تخيل لي نص ساعه لتشتغل ارباع. المهم فكان قبل ما نطلع على عيد الميلاد انا بسمع خناقه عنا بالحاره، دينا كذا ما شو عم يتخانقوا. فبعمل هيك بلاقيهم عم يتخانقوا بمساحات سيارتي بالمطار، كاسرينهم ونازلين عم يضربوا بعض فيهم. قلت لهم وقفوا، مسكت المساحتين حطيتهم قلب السياره ومشيت. رحنا على عيد الميلاد، وعيد الميلاد منطقه اسمها دروشه اللي هي بتبعد كثير عن دمشق، يعني بدها شي نص ساعه على دمشق بالفيات. ايه بالفيات. شو صار؟ الله بعد الخير ونزلت مو مطر، عاصفة مطرية بالمساحات اللي معك في العربية جوا العربية مش برا العربية. ما عاد شفت شيء. فاضطرت مرام، أنا عم سوق هي ماسكة المساحات هيك وأنا ماسك المساحات هيك بإيد واحدة وعم تمسح هيك. وصلنا والله العظيم بايسبس. أنت ما بتعرف برد الشام؟ برد الشام زمهرير. وصلنا مرام ما عم تقدر تفلت المساحة، يعني ما عاد عندها أعصابها مو شغالين. فشو عملنا؟ اشترينا كاسة شاي، صارت تدفي ايدها بكاسة الشاي بس لحتى نقدر نمشي، يعني نقدر نكمل الطريق. بس وصلنا الحمد لله بألف خير. بس كانت تجربة مرام، كل ما بتشوفني بتقول لي تذكر البيات ال 131 ما بنساها. عايز تعتذر لها دلوقتي؟ لا بتعتذر لها دلوقتي؟ تحب ما انا دايما بعتذر لها، بس هي كانت تجربة كثير حلوة يعني. بس من ساعتها ما عم راحت، ما دخلتش معك السيارة بعد. لا لا ما بتخيل قديش ضحكنا يعني باللحظة، كنا يعني مستمتع. انا عم بقول ان شاء الله الطريق ما يخلص، بقيت نص ميه كمان. كان حسيبني ان شاء الله نصفي انا الله وكيلك. يوميتها برد لا يوصف، كان عملك توصلت لحرام اللي زرقاء مو قادره ترف يعني، مساحه ضلت بايدك الخشيليات ما عم بقدر يعني. رحت بدك تاكل بيها، ضلت معي 4 ايام. السلام عليكم. تخيل اثنيناتنا هيك عم نعمل. ميرسي سكوب لذيذ. تعال نطلع السادس يلا.